هل يا ترى سوف أحصل على هذه العجلة اللي موجودة خلفي يا جميلين يا حلوين يا جميلين أم لا؟ خلينا ندخل على المقطع حبايبنا ونحرق أبو عجلة الكوبرا ونشوف حظنا هل هو أسطوري أم لا، أو ممكن نحصل على 10,000 جوهرة ونوزع لكم إياها. يلا ليتس جو. أوكي يا حلوين، قبل ما نبلش بكل شيء لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير وتفعلوا الزر يا حبايبنا الكرام. مثل ما انتم شايفين العجلة يا شباب، عنا عجلة القبضة الكبرى والولفر، هذا الولفر ما بعرف شو لحد الان، ما بعرف شيء عنه. عنا اليو ام بي، صندوق الغنائم الفن الحرب، عنا صندوق اسلحة كاريسة الكرنفال، عن الام بي 40 اللي اسمه غنائم صاعقة البرق. حبايبنا الصراحة ما بعرف من وين عم يجيبوا هالاسماء. اوكي شو تاني؟ عنا صندوق غنائم الاحمر الملتهب، عنا هون صندوق غنائم السلاح العين الموت، طبعا هذا العين بالنسبه للعين الموت شفت فيه شوت جان طويل اسطوري، عنا البانداات والفالكو، وعنا هون شباب اللفات، عنا هون لفه واحده 10 لفات واحده لفه. حبايبنا الان سوف نضرب 10 لفات ونشوف حظنا هل هو اسطوري ام لا. ليتس جو. شو صار؟ اوكي 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 باقي شوي، كان باقي شوي، ولا كان باقي له شوي شباب. قول كمان مرة. يلا 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 اوكي اوكي تمام تمام، بس رح نعمل هاي تحدي الاحداث، نضرب هيك حال نضرب 180 هيك بدون ما لا تذكرني مره اخرى. واحد شوف كده، خلينا ناخذ الجواز اللي على اليمين شباب، صار 30 لفه. يلا نضرب هون تك، هذا نشوف الزلمه هاي ما بعرف شباب، هي ناخذ حالنا ناخذ الرخصه هاي، خلينا نضرب لفه معدل الجائزه كبرى. اوكي اوه قربت والله، لفه نضرب لفه الخاصه لنشوف، هات نشوف الزلمه يا الزلمه. خلاص شباب اعطونا هذا خلاص وخلصونا، يعني كاتبين معدل الجائزة الكبرى 200%، يعني لازم يعطونا اياها. يلا يلا 10,000 جوهره 10. والله كانت قريبه على 10,000 جوهره شباب. يلا بليز جارينا، بليز 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 كمان مشان الله. لا عن جد شباب، عن جد حاسس حاسس بالشيء راح يصير اليوم. هات نشوف. يلا شوف اطلع لفوق شباب، عن جد قريبه، عن جد حاسس انه قريبه، عن جد حاسس انه قريبه كثير، يعني عن جد حاسس انه قريبه. لا يا زلمه، خلينا نضرب واحدة 110 لفات لنشوف. يلا ما في 10 لفات ما بتطلع ابدا، نجرب على 30. يلا يا زلمه يلا يا زلمه يلا، والله حرام. او ماي جاد، يعني شباب يعني كل شوي شايفين، يعني كل شوي عم بوقف ورا هذا تبع الكوبرا، كل شوي شايفين معي هون، شايفين هون وفوق، يعني عم يوقف جنبه لازم يتخطاها. لا حرام، بليز بليز. طب خلينا نجرب وحده لفه ال 20. اوبا لاما شباب، شفتوا شباب او ماي جاد، سووا لي شوي لعبه اللي نضرب نحضر وحده هيك ونجرب بعدها وحده لفه ال 20. او ماي جاد، سوي كمان نضرب وحده جرب. اوقف شوي وقف. اوكي حبايبي الكرام، يكفي اعتقد يكفي شباب، جبناها للعج قبضة الكبرى، خلينا نروح نشوفها شباب. اوكي بالنسبة ل 10,000 جوهرة بعرف حظنا بيض ما راح تطلع لنا، ونضرب نجيب بعد لفات على الفاضي.
هندخل نشوف شباب شكل العجلة الكبرى ونشوف وضعها يا اساطير، هل هي شكل اسطوري ام لا يا شباب؟ صراحة ما بعرف. بنشوف ثواني لنشوف ليش ما بيدروب. فين طلع فوق؟ لا عن جد شكله عن جد اسطوري. خلينا نروح ندخل باللعب شباب، خلينا نشوف بالجوا جوا 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 التدريبات، خلينا ندخل جوا التدريبات نشوف وضعه. ليتس جو ليتس جو. قول لي حلو عن جد شكلها كتير حلو شباب. اسمعوا 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 الضرب، يعني عن جد يعني الضربة تبعيتها شباب مش مثل السكنات القبضات الأخيرة، مش هيك مزعجة كتير يعني. راح نعملكم زوم عليها شباب ونفرجيكم يا أساطير. ليتس جو. شوفوا شباب يعني ما عم نشوف الشيء الحلو اللي عجبني في هذه القبضة شباب، إنه ما في صوت صوت هيك صوت مش مزعج كتير. يعني إذا تكون واحد مجمد باللوبي عنده هذه القبضة يعني ما تنزعج منه. أنا شباب تعرفوا في كثير من أصحابي بكونوا جمع معي باللوبي بالفريق أوكي وسرعة بوم 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 أقول لهم طلعوا برا غيروا حطوا شيء سلاح مشان حطوا شيء سكين أو شيء. بس بالنسبة لهي شباب أعتقد فهمتوا شو عم بقصد. بالنسبة لهي شباب هاي شو مش مزعج ابدا. يعني مثلا خلينا نطلع على اللوبي شباب. شباب بالنسبه للشكل شكله اسطوري يا شباب، عم نشوف الجسم الكوبرا كيف هيك عم يروح يمين يسار والعين شيء مشكلس شيء مشكلس شباب شيء مشكلس على الاخير. طبعا شباب بتعرفوا مثل اليوم الصبح ركزوا معي خلينا نسمع يلا يلا اضرب. ما عاد يضرب شفتوا؟ مش مزعج يعني ملها لدرجة اني ما يعني ما عم اسمع شيء يعني مش مزعج. اوكي حبايبنا الصراحة سكين اقيمه بالنسبة للقبضات اللي فاتت اوكي خلينا ندخل نشوفهم شباب. بالنسبة لهذه القبضة بالنسبة للصوت شوفوا شوفوا هاي طلع شوفوا اسمعوا هاي خفيف مش مزعج. بالنسبة للتانيين شباب الصراحة أقيم هاي التوب 1 بالنسبة للشكل بالنسبة لكل شيء هاي تعتبر توب 1 حبايبنا حبايبي الكرام. هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم شباب، إن شاء الله عجبكم المقطع يا أحلى ناس. بتمنى لكم يوم سعيد شباب وإن شاء الله غدا بإذن الله تعالى سوف نلعب إلى الجراند ماستر أوكي شباب. وشي تاني إن شاء الله موعدنا غدا شباب على البث مباشر على الفيسبوك غدا صباحا شباب. طبعا المسؤوليات راح يكون كمان في بث مباشر، تعالوا على البث مباشر شباب أهلا وسهلا لكل شخص عم يشاهد هذا المقطع. بفتح بثوث مباشرة يومية على فيسبوك أمزح حبايبنا بشوفوا على خير. سلامات كان معكم عليكم.